خندرت لكم التوم بطريقتين، والطريقتين جايبين الطعم الأصلية لوصفة توم المطاعم. شوفوا القوام. الطريقة الأولى بزلال البيض، بس البيض هون مطبوخ، والطريقة الثانية بالنشا. والطريقتين أطعم من بعض، ومخبركم طعمتهم أطيب. رائعين. شوفوا هالمنظر، بذكرنا وقت نكون بالمطعم وعم نطلب زيادة توم مع الفروج. هيك بكون، هيك بكون عم يشيلهم بهالطريقة عم بنزلهم. رح نبلش بأول طريقة. حكون بدنا نشا. لكل ملعقة طعام نشا بدنا نص كوب مي. ندوب النشا على البارد، وبعدها بنشغل النار، بنضل عم نحرك. وهلا بفرجيكم الخليط يلي رح يطلع عنا. بس يبلشوا يغلوا رح يبلش تتكون عنا هيك كباتيل لونه ترانسبارون. بنحس انه بلش الخليط يتعكر شوي شوي. رح يتحول كل الخليط لكبتولة واحدة، يعني كتلة كبتولة لكتلة واحدة. هاي الكتلة رح تكون ترانسبارون. فبس يبلش يكبتل هيك شوي شوي على الخفيف، يعني عادي انتو هون بالطريق الصح بالسليم. اهم شي دلكم عم تحركوا. وهيدا القوام المطلوب. لازم نتركهم على جنب ليبردوا منيح. هلا بالخلاط بنضيف ربع كوب زيت زيتون، بدنا خل، رشة ملح، حصوص التوم. قد ما بتحبوا التومية تكون حرة قد ما بتكتروا، فأنا بحبها شوي حادة. وهيدا الخليط، خليط النشا بعد ما برد. شايفين كيف جمد؟ كأنه جيلي. هلا بنخفقهم كتير منيح لتتجانس عنا المكونات وينطحن التوم. هلا فيكم تضيفوا لبن، فيكم تضيفوا مايونيز. انا حضيف مايونيز. بنرجع بنخفقهم مره خفيفه بس لحتى يتجانسوا كلهم سوا وبكونوا جاهزين. اهم شغله انه بس يخلص الخليط قبل ما نشيله من الخلاط بنتاكد اذا الملح ظابط. فهون انا دقت الملح وطلع ظابط معي. شايفين القوام؟ هيدا المطلوب. هلا الطريقه الثانيه. اول شغله بدنا نعملها بدنا نفصل الصفار عن البياض. نحن بس ما نستعمل البياض. فشوفوا هاي الطريقه. اوكي، جربوا ابدا ما ينزل صفار. هلا بننزل البياض بعد ما فصلناه. شوفوا ما فيه صفار ابدا. بننزله بالطنجره مع نص كوب مي. نص كوب مي معياري، هستعمل الكوب المعياري. طبعا المي تكون عاديه مش سخنه. وهلا بدنا نحرك. بنضل عم نحرك ليصير عنا خليط. هلا فرجيكم اياه. بصير في عنا خليط ابيض. بس حتى لو طبخنا البيض رح نحصل على نفس طعمة التوم يلي بيعملوه بالمطاعم ومنجيبه جاهز. بكون على الأكيد فيكم تحطوا البيض بدون ما تطبخوه، بس أنه أنا شخصياً I don't like this. فكرمال هيك أنا بطبخ البيض. فيكم تحطوا زلال البيض بدون ما تطبخوه. وإجمالاً هاي الطريقة المعتمدة للمطاعم. تكون عنا هيدا الخليط مثل بياض التلج. هيدا المطلوب. شايفين منه كتير ماسك ومنه كتير شادد. هلا رح نتركه يبرد وبعدين نشتغل فيه. رح استعمل البريق لانه الترو تبعته اسهل لي بالشغل. رح احط فيها خليط الزلال يلي حضرناه بعد ما برد. رح احط التوم، رشة ملح خفيفة، ملعقة خل صغيرة، عصرة حامض. رح اخفق المكونات بس خفقة خفيفة هيك، يعني نخلطه مع بعض. وبرجع بلش انزل عليهم بالزيت. بدنا زيت نباتي. هلا قد بكفي. يلا رح بلش بنص كوب زيت نباتي ونزله شوي شوي. اوكي، ممكن نحتاج اكتر حسب قديش بيتمسك معنا الخليط. بسم الله.
حسيت انه حيصير انفجار والمطبخ كله حيصير توم، فخلينا نحط القمح. كنت مقعده فيه لهذا الخلاط بس ما خرجه، رح كفي. وهيك صاروا جاهزين. للتقديم ولا أروع من هيك.